أن هناك صيحة جديدة في عالم المشروبات الصحية. عصير الصبار أو ما يعرف بألوفيرا الذي يدعي بعض الخبراء بأن له فوائد كثيرة، فهو يخفض الكوليسترول ويساعد في تخفيض الوزن ويحسن عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم ويعزز أيضاً وظيفة الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي مجموعة واسعة من المواد المغذية التي تصل إلى 200 نوع، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين A وB وC وE، وبالمعادن أيضاً مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم، ويحتوي أيضاً على الأحماض الأمينية والدهنية المفيدة في التغلب على عسر الهضم. وأفاد خبراء في الصحة بأن للصبار قدرة على مقاومة المرض وبأنه مهدئ للجسم في حالة الإحساس بعدم الراحة، ويفيد كذلك في الحفاظ على صحة الجلد. ويستخدم الصبار كذلك في علاج أعراض متلازمة القولون العصبي، وثبتت أيضا فائدته في التخلص من ارتجاع حموضة المعدة. رشا خياط، العربية.